السلام عليكم خواتاتي وخوتي في الله، كي دايرين لاباس؟ منا تكونوا بخير والف خير ان شاء الله. اليوم نهار جديد وفيديو جديد. اليوم ان شاء الله غادي يكون ديسير ولا تحليه بارده ومنعشه لعشاق الحامض. ويلا معايا نشوفوا المقادير وطريقه التحضير. بسم الله على بركه الله. هنا عندي اناناس، هنا عندي حبه مونك، هنا عندي البرقوق الاصفر والبرقوق الاحمر، هنا عندي الكيوي، وهنايا جاتو بيسكوي، وهنا عندي لا كريم. وبالنسبه للكريم اخواتاتي، هنايا عندي لا كريم باتيسيير، هي اللي درتها في الجاتو فخيز، وشنو هنايا زدت عليها الى غم ديال الحامض. وبسم الله، اول حاجه هنايا غادي نجيب اناناس ديالي وغادي نقطعها. وغادي نحيد لها داك المرسول اللي يكون قاصح فيها كما راكم تشوفوا معايا في الصوره. وغادي نكون مثلا نقطع فيها مرسويات هنايا صغار. وغادي نقطع هنايا المرسو الزوج ديال الاناناس. وفي التحليه كامله راني ما درتش اناناسه كامله، درت النص ديالها. وهنايا غادي نجيب لا مونغ ونقطعها معاكم. وانا احسن لا تكون عندكم المونك طايبه، انا هنا ما كانش عندي طايبه. وحتى هي غادي نقطعها مرسويات صغار كما راكم تشوفوا معايا في الصوره. ندير خطوط وبقى نحيدهم هكا بالموس. هنا غادي نجيب عاوتاني البرقوق، حتى هو غادي نقطع مرسويات صغار. غادي نحيد له ديك العلفه ديالو. وبالنسبه للبرقوق اللي بغى يحيد له القشور ديالو يحيدهم، حنا ناكلوهم بهم بالقشور ديالهم. وغادي نجيب هنايا البرقوق الابيض، هو غادي نحيد له العلفه ديالو وغادي نقطعهم مرسويات صغار. هنا عاوتاني عندي كيوي، غادي نقلع له القشور ديالو وتا هو نقطع مرسويات صغار. وهنايا كما راكم تشوفوا معايا راني كملت المقطع تاع لي فخوي ديالنا، كاين اناناس، المونغ، البرقوق، البرقوق الاصفر وكيوي.
هيا درك عندي هنايا الكريمه والبسكوي، وغادي نوريكم الكريمه اللي درتها. هي هذه لها في البوش جو طاب، وانا هنايا اختاريت غادي نديرهم هنا في كؤوس، وانتم في خواتاتي اللي بغيتوا ديروه فيهم في كؤوس ولا غرافي كما بغيتوا. وهنايا بالنسبه للبسكوي هنا عندي مذاق ديال الزبده البتي بور، وانتم ديروا اي نوع تحبوه انتم. وراني نديرهم هنا في الكؤوس، وعادي ندير هنا لاكريم ديالي، وغادي نزيد هنايا الفواكه اللي قطعتهم في الاول. وبالنسبه للفواكه اللي الفواكه اللي عندكم في الدار ديروهم، حتى هما راهم اختياريين. وهنايا غادي نزيد لاكريم. وبالنسبه للتزيين كما قلت لكم هذاك الشيء راه اختياري. انا هنا راني زينتهم من بعد، وانا صحاب لي راني نسجل ساعات لقيت الكاميرا ما تسجلش. المهم انا قبضت غير هاد لي فخوي اللي راهم عندي، قطعتهم مرسيات صغيرة على هادو وزينت بهم الكؤوس ديالي من الفوق. وها هما الكؤوس ديالنا راهم واجدين، راهم يجو منعشين بمذاق الحامض كما راكم تشوفوا هنا الديكور ديالو كيجا. غادي نجيب هنا معلقه ونوريكم القوام ديالو كيجا. وبالصحه والهنا. ونقول لكم شكرا لكم بزاف، وشكرا الناس يدخلوا عندي جداد، مرحبا بهم، الله يكبر بهم. وما تنساوش ديروا اللايك وابوني وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد ان شاء الله. وخليتكم على خير حتى فيديو جديد ان شاء الله. وبسلامة عليكم ودمتم في رعاية الله.